طيب يا شباب، فكنا بنتكلم عن الهب، قلنا الكلام اللي انتوا عارفينه. طيب كنا نتكلم عن الهب، قلنا يا شباب الهب بيشتغل كيف؟ لو جات مسج من بي سي 1 قلنا الهب يوديه وين يا شباب؟ جميع الاتجاهات، بوزع لكل الاتجاهات ما عدا المرسل. بالضبط، كل الاتجاهات ما عدا المرسل. فبي سي 2 لو داير يرسل مسج، الخطوه الاولى شنو؟ لسن. بالضبط. فاذا بي سي 2 listening ولسه المسج من اكس من الهب ما وصلت، بي سي 2 ما حيسمع المسج. فالخطوه الثانيه بالنسبه لبي سي 2 شنو؟ سند. فبي سي 2 حيرسل مسج واي، الهب حيرسل هنا وحيرسل هنا. فطالما في 2 بيسز مرسلين، ده هنا بنسميه شنو؟ كوليجن. بالضبط، ده كوليجن. بالضبط، فطالما في 2 بيسز مرسلين ده كوليجن، فالبيسز حترسل شنو؟ جام مسج. جام حترسل جام مسج. بالضبط، والجام مسج حيرسلها منه؟ الأجهزة اللي تبع الأجهزة المباشرة. One two. One two. الأجهزة. الأجهزة. جام. الأجهزة. الأجهزة حصل بين الكوليجن حترسل جام سيجنال. بعد ما رسل جام سيجنال الخطوة الرابعة شنو؟ Wait. Have to wait. The two pieces will wait. One two will wait. بالضبط. هل دي الويت نفس الزمن ولا فترات مختلفة؟ مختلفة. اللي هي 51.2 microsecond times n. صحيح 51.2 microsecond times n. n ده عدد الكوليجن، يعني PC1 ده لو أول كوليجن هيكون 51.2 microsecond times n، PC2 لو ده الكوليجن الثاني بالنسبة له 51.2 microsecond times 2. ومثلا 51.2 microsecond times 2 لPC2، لكن PC1 إذا كان أول كوليجن 51.2 microsecond times 1. فأي PC بحسب الويت تايم حسب المعادلة دي وبينتظر فترة زمنية معينة. ده بالنسبة لـ PC1 و PC2 لأنه الـ PC اللي حصل بين الكوليجن. بعد الـ waiting الخطوة بتوقع الخطوة اللي بعد تكون شنو، ودي ما تكلمنا عنها أو ما تكلمت عنها التفاصيل، لكن بتوقع تكونوا عارفين الإجابة. بعد الـ waiting الخطوة اللي بعد شنو حتكون؟ listening. أيوة، حيكون الـ PC داير يرسل، ما هو حصل الكوليجن نفس المثل اللي حصل لها كوليجن داير يعيد إرسالة. فحنمشي step one تاني. listen is the network available. طبعاً send بعد ذلك جام بعد ذلك ويت، نفس الأربع خطوات. فأنا يا شباب بس اتأكدت إنه التفاعل في الكلاس فعلاً مهم جداً 100%. لأن نفسي الرسمة دي أنا ما شرحتها حقيقةً، أنا كنت بس على سيلين كنت شرحتها، يعني أنا سألتها زي 10-11 سؤال وإنتوا كلكم جاوبتوا إجاباتكم مع بعض اللي هي شرحت لنا القصة دي. فالتفاعل مهم. طيب فعندنا طيب معناه إذا شبك في الهب نتورك عشان ما يحصل كوليجن مفروض يكون في كم جهاز مرسل في نفس اللحظة؟ جهاز واحد. فإذا ده 10 megabit per second، برغم إنه السعة الكلية 30 في 3 لينكس، لكن الكفاءة تحت النتورك دي هتكون كم؟ 10. تكون 10. إذا أضفنا جهاز رابع هنا بقت النتورك 40 megabit per second، الكفاءة ستيل هتكون كم؟ 10 برضو. 10. إذا أضفنا جهاز خامس كان السعة الكلية بقت 50 ميجابيت بير سكند، لكن الكفاءة بتيل كم؟ 10 برضو. 10
10 ليه الكفاءة 10؟ لأنه only one PC can send، جهاز واحد بيقدر يرسل. ومعنى إذن إذا في جهاز واحد مرسل حتى الحضر وموصلين معه 100 PC، لو جهاز واحد مرسل 99 الباقين هيقدر يرسل ولا هيكونوا منتظرين؟ هيكونوا منتظرين، هيكونوا منتظرين. يعني PC لو الحب فيه 100 PC، PC1 مرسل 100 PC موصلين مع الحب، PC1 مرسل 99 الباقين كلهم هيكونوا listening ما هيرسلوا. إذا واحد فيهم رسل ده هيكون شنو؟ الحب موصلين معه السؤال مرة ثانية، الحب موصلين معه 100 PC، PC1 رسل 99 الباقيين كلهم listening لأنه في PC مرسل، لكن إذا 99 الباقيين في واحد فيهم ما سمع الإرسال بتاع PC1 ورسل at the same time ده حيكون شنو؟ collision. ده حيكون معنى إذا في PC مرسل 99 الباقيين كلهم حيكونوا listening، وإذا في واحد فيهم ما سامع الإرسال وهو رسل في نفس اللحظة ده collision. معناه في الهب نتورك في أي لحظة، في أي لحظة ممكن يكون مرسل كم PC بدون ما يحصل collision. واحد. فلذلك الكفاءة تحت الهب دائما 10 megabit per second، لأنه إذا PC1 رسل PC2 3 4 5 هيكونوا listening ما هيرسلوا، لانه هيسمعوا انه وان مرسل، لانه بتجي المسج من وان الهب هيرسل هنا وهنا 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 هيرسل كل الاجهزه. فلو وان مرسل بي تي 2 3 4 5 هيكونوا كلهم listening لانه هيسمعوا الارسال بتاع وان. واذا في واحد شو ما سمع الارسال بتاع وان ورسل في نفس الوقت ده هنا هيكون collision. ففي الهب جهاز واحد بيرسل او وان بي تي بيرسل، فالكفاءه دائما 10 megabit per second. فتكلمنا عن السويتش وقلنا السويتش بيزيد الكفاءة تحت النتورك. فعندنا السويتش PC1 PC2 PC3 PC4، السويتش بيجيه مسج من 1 ماشي 2. قلنا السويتش هل هو زي الحب ما بيقدر يقرأ المسج ويرسله في كل الاتجاهات، ولا السويتش بيقدر يقرأ المسج ويرسله في الاتجاه اللي هي ماشية فيه؟ بيقدر يقرأ المسج. بالضبط، السويتش بيقدر يقرأ المسج. فمعناه لو في مسج هنا X ماشية لـ PC2 السويتش هيرسله، معناها 3 و 4 هنا available. معناها 3 لو عنده مسج Y ماشية لـ PC4 هتجي للسويتش والسويتش هيرسله. فمعناها في حالة الحب بي سي واحد مرسل، لكن هنا لما بيجي في سويتش الهب بي سي واحد مرسل ليه؟ لانه الهب بيجيه المسج من بي سي 1 ما بيقدر يقراه، الهب ما بيقدر يقرا المسج، فبيقوم بيرسل المسج في كل الاتجاهات، معناه بيشغل النتورك كلها، بالتالي ما في بي سي ثاني بيقدر يرسل، لانه في بي سي ثاني بيرسل حيحصل كوليجن. السويتش بيقدر يقرا المسج ويرسله في الاتجاه الماشي فيه فقط، لذلك ممكن في ممكن 2 بي سي يرسلوا في نفس الوقت بدون ما يحصل كوليجن. يعني وان مرسل رساله ل 2 هتجي للسويتش، السويتش هيرسل ل 2 ما هيرسل ل 3 و 4. فهي بيجوا 3 و 4 افيلبل بيقدروا يتواصلوا مع بعض، معناها في نفس اللحظه 3 ممكن يرسل مسج ل 4. معناها هنا بيجي في كم جهاز، بيجي في كم جهاز مرسلين في نفس الوقت يا شباب؟ اثنين. معناها الكفاءه، احنا قلنا في الحاله الكفاءه كانت 10 ميجا بت بير سكند، هنا الكفاءه بقت كم؟ 20 بقى 20 ميجا بت بير سكند بالضبط. ممكن PC1 مرسل مسج X، PC2 مرسل مسج Y، و PC4 مرسل مسج Z، كلهم مرسلين ب3. فهنا قلنا السويتش بيتعامل مع المسج دي كيف، ما هنا قبل كان مسج من 1 ل 2 ومن 3 ل 4، يعني المسج في اتجاه مختلف. 1 كان مرسل ل 2 في الاكزامبل اللي قبله، 1 مرسل ل 2
وثري فور هناك available بيرسلوا البعض برضو. لكن هنا عندنا ثلاثة في سي كلهم مرسلين لكم في سي يا شباب. ثري معنى سويتش عنده ثري مسجز X Y Z عنده ثري مسجز داير الرسلة لـ PC3. فالسويتش عنده بفر، عنده ما يسمى بالبفر. البفر ده يعني مخزن أو مستودع. فالسويتش بتجيه المسجز X Y Z من PC1 2 4 بخزينه في السويتش. السويتش بخزينه في البفر. البفر ده يعني زي هو مخزن أو مستودع داخل السويتش. بعد ما السويتش خزنه بياخد X بيرسله لـ PC3، بعد ذلك بياخد Y بيرسله بينها شباب لثري لثري، وبعد ذلك بياخد المسج Z وبرضه بيرسله مين لثري. بالطبع يعني البيل كان 1 مرسل لـ 2 و 3 مرسل لـ 4. في الاكزامبل الاول كان 1 مرسل لـ 2 و 3 مرسل لـ 4، هل كان في اي مسج بينتظر مسج ثاني ولا كان ممكن نرسل في نفس الوقت مباشره في نفس الوقت؟ نفس الوقت. بالضبط. لكن هنا عندنا ثلاثه مسجز يعني مثلا اذا 1 مرسل بالسرعه القصوى 10 و2 مرسل بالسرعه القصوى 10 و4 مرسل بالسرعه القصوى 10، دي معناها 30. في حين ان الوصله بين السويتش و3 ساعات كم قلنا يا شباب؟ 10. فمعنى إذن السويتش الـ X, Y, Z ممكن تكون سرعاتهم 30، الثلاثة مسج دي مع بعض. ما كله المسج من PC1 10، إذا افترضنا إنه 10، المسج من PC2 10، المسج من PC4 10، يعني مسج X دي 10، مسج Y دي نقول 10 مليت بير سكند، والمسج دي 10 مليت بير سكند. معنى السويتش عنده توتال كم مفروض يترسل لـ PC3؟ 30. لكن الوصلة من السويتش لـ PC3 ساعات كم؟ 10. ده هنا دور البفر. فالبفر ده بيخزن الـ 30 دي، بياخذ الـ 10 الأولى الـ X الأولى برسلة حسب ساعة الكيبل بين السويتش و PC3، بعد ذاك بياخذ الـ 10 اللي بعدها برسلة، بياخذ الـ 10 اللي بعدها برسلة. الفكرة يا شباب واضحة كلنا 100% لحد هنا؟ واضحة. واضح. عندي سؤال، لو كانت السرعة متاع هذا الكات كات 5 100، هل يستطيع يرسلها مع بعض بدل ما انه هو عنده 10؟ صحيح صحيح يا بالضبط، ملاحظة ممتازة جدا. طيب سؤال آخر أستاذ إيهاب، بالنسبة للبفر هنا بيخزن بعد ذلك بيرسل، هل فترة بتاع الديلي تايم هنا ده اليوزر بيحسبه ولا ما بيحسبه مثلا؟ البفر ده بيكون فيه ديلي، وزي ما انت قلت ممتاز يا حامد مش كده؟ محمدين زي ما قلت صوتك وصوت حامد بيتشابهوا مدينة فالبفر مدينة واحدة واصحاب شكله بالضبط. فالبفر بيخزن، وفعلا ممكن تجي كمية من الترافيك عالية وفعلا بيحصل ديلي. إذا الترافيك عالية بيحصل ديلي فعلا. ففي تابتر كامل مخصص للموضوع ده اسمه Quality of Service. فلما نجي حنتكلم عن الكابتر بتاع Quality of Service، هو معالجة أصلا لقصة الديلي اللي تحصل لما يكون في ترافيك في البفر. شكرا. سؤالك سؤال ممتاز جدا، وإجابته حنناقشها بتفاصيل في كابتر كابتر اللي قدام إن شاء الله. طيب فهنا عندنا إذا معناه هنا يا شباب السرعة زادت. إحنا مبين قلنا 20، من واحد مرسل لاثنين ثلاثة مرسل لأربعة السرعة كانت 20، فهنا السرعة هتبقى كم؟ 30. السرعة هنا بقت 30 ميجابت بير سكند بالضبط. طيب فنحن امبارح قلنا البي سي والراوتر مجموعة والسويتش والهب مجموعة. فنحن عندنا السويتش موصل، وقلنا البي سي والراوتر دي سن في 1 و 2 دي ريسيف في 3 6، والسويتش والهب دي سن في 3 6 ريسيف في 1 2. شباب ممتاز جدا، الكلاس الليلة هادي جدا جدا. فافتكر كانت خطوة ممتازة جدا انه يتعرفنا على بعض كبير يعني.
فالبلانتس يعني فكرة التفاعل نفسه أو ممكن يكون أفضل كمان نفس الوقت الكلاس عادي برضو. طيب تكلمنا عن بي سي وراوتر مجموعة والسويتش والهب مجموعة وقلنا السويتش والهب بيرسلوا في 1 2 بيستقبلوا في 3 6 البي سي والراوتر بيرسلوا في 1 2 بيستقبلوا في 3 6 السويتش والهب بيرسلوا في 3 6 بيستقبلوا في 1 2 فعندنا هنا السويتش موصل مع البي سي فده هيكون ستريت ولا كروس اوفر ستريت الوصلة بين السويتش وبي سي 3 ستريت 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 لأن السويتش مجموعة البي سي مجموعة مختلفة قلنا لو قدرنا نوصل الأجهزة في مجموعات مختلفة نستخدم ستريت بالضبط ستريت فالسويتش لما يجي يرسل المسج دي اكس واي زي هيرسلها فيها واير 3 و6 هيرسلها في 3 و6 وطالما الكيبل ستريت هتوصل الطرف الثاني في كم 3 و6 وهل بي سي 3 او هل بي سي 3 او هل البي سي عموما بتستقبل في 3 و6 يس نعم بالضبط في نفس اللحظه البي سي ده داير يرسل ممكن يرسل في كم 1 و 2 وطالما الكيبل ستريت هتوصل هنا في 1 و 2 هل السويتش تستقبل في 1 و 2 نعم يس معناه PC3 أثناء ما هو مستلم المسج XYZ في نفس اللحظة هو بيقدر يرسل برضو للسويتش مش كده؟ ممكن إذا PC3 برضو رسل معناه هنا السرعة من 30 بقت كم؟ 40 من 30 بقت 40 ميجابيت بير سكند بالضبط بقت 40 فهنا الرسمة نحن حسب المغرف نحن كده أسي اشتغلنا الكلام المغرر في CCNA وحتى في CCNP الشهادة اللي هي Advanced أكثر نحن كده يعني ناغشنا قصة بتفاصيل أكثر كثير جدا من المطلوب في CCNA ولكن بس معلومة إضافية ده زي ما قلنا ده خارج المغرر لكن دي معلومة إضافية لأنه في رجل سأل سؤال مبارح في الجزء ده ودي من المواضيع اللي بتلاحظوها بعدين بعد ما تشتغلوا يبقى عندكم خبرة وكده بعدها بيندفعوا التفاصيل الأكثر دي. أسي لو لاحظنا هنا عندنا الوصلة بين 1 والسويتش المرسل فيها منه 1 ولا السويتش 1 الوصلة بين 1 والسويتش السويتش المرسل فيها منه بي سي 1 ولا السويتش بي سي 1 بي سي 1 والوصلة بين 2 والسويتش المرسل فيها منه بي سي 2 PC2 والوصلة بين 4 PC4 معنى ده إرسال من اتجاه واحد ولا اتجاهين اتجاه واحد كلها اتجاه واحد لكن لو جينا لـ 3 لو جينا لـ 3 المرسل منه مرسل سويتش وفي نفس الوقت مرسل 3 اتجاهين حتى لو الوصلة حتى لو الوصلة ساعتها تم ممكن ترسل فيها تم في الاتجاه ده تم في الاتجاه الثاني فمعناه كان الوصلة دي بقت كم؟ ساعتها 20 20 ايوه كانها بقت 4 اذا كل الوصلات دي بقى فيها ارسال في اتجاهين الساعة معناها من 40 حديد كم؟ 80 حديد لي 80 ميجا بت بير سكند لكن زي ما قلنا دي تفاصيل أشبه بتفاصيل الماركتينج لأن الشركات المصنعة سيسكو مثلا من ناحية بتاعت ماركتينج عندهم سويتشات أفضل يقولوا إنه مثلا السرعة 80 بدل ما يقولوا السرعة 40 الشركات المصنعة دائما لما تعلن على الديفايس دي أو أنت مثلا شغال مهندس في شركة دار تشتري جهاز من سيسكو اتصلت عليهم يقولون بقولتها السرعة 80 فدي لأغراض ماركتينج أو أنت شغال في شركة مثلا في كمية من الترافيك وأنت ما دار تزيد السرعة بتاعت الكيبل هتقوم تدرس الترافيك دي في ماشي هنا كم والاتجاه الثاني كم وهل الإرسال الاتجاه واحد ولا يعني الإرسال في اتجاهين فالتفاصيل بتاعت مرسلين في اتجاهين دي بيوند يعني لا أكثر كثير جدا من المطلوب فلكن أنا بس ذكرت القصة دي لأنه ده كان سؤال في زول امبارح سأل سؤال وأنا ما جاوبته كان في آخر دقيقتين ثلاثة في الكلاس يعني قبل ما أجاوب الموضوع كان يتغير لموضوع ثاني فجاوبت السؤال لكن بالنسبة لنا
في ثاني المطلوب مننا يعني لو عرفنا انه كيف السويتش ده نقل السرعة لحد 40 ده كده أكتر من 100% يعني نعرف انه في الهب يا شباب قلنا السرعة كم هتكون؟ 10 وسا شفنا لحد السويتش لما جبنا السويتش السرعة زادت لحد كم؟ 40 يعني السويتش فيه 4 وصلات السرعة 40 لو ضفنا وصلة 5 السرعة هتبقى 50 بالضبط. أستاذ إيهاب معلش بس يعني في السويتش الكفاءة بتزيد بعدد الكابل؟ صحيح صحيح ممتاز جدا بتزيد بعدد الكابل يعني في الهب مثلا لو في 100 كابل يعني في 100 بي سي الكفاءة تصير 10 لأن في 100 ليه الواحد بيشتغل لكن في السويتش لو في 10 كابل أو 10 بي سي الكفاءة طوال بنضرب في 10 يعني الوصلة الواحدة 10 وهم 10 وصلات أو 10 كابل يعني الكفاءة تكون 100 ليش كفاءة بسرعة عدد الوصلات لأنه السويتش بيسمح لكل الكابل دي أو كل البي سي دي ترتب في نفس اللحظة لأنه بيختلف من الهب بيقدر يقرا المسج ويشوفه ماشي وين ويرسله في الاتجاه الصحيح بدل ما يرسله لكل البي سي ولأنه برضو عنده بافر ممتاز طيب فإذا عندنا السويتش السويتشات دي يا شباب ناس سيسكو بصنعوا كمية من السويتشز أنواع كثيرة جدا نحن في السي سي ان اي بنقول سويتش وراوتر لكن هي أنواع كثيرة جدا يعني السويتشز والراوتر دي أنواع وموديلات كده بعد ما نخلص السي سي ان اي بإذن الله وتنجح وتجيبوا درجات ممتازة حيكون عندنا كلاس بتاع 3-4 يوم حنشتغل أكثر مشاريع عملية يعني بروجيكتس حقيقية حنشتغلها مع بعض وحنناقشها في المرحلة هنا حتتعرفوا على أنواع الراوترات يعني زي العربات عندها موديلات وكده موديلات مختلفة وكده فلكن في السي سي ان اي يعني القصة بس انه ده سويتش وده راوتر موديلات وتفاصيل وكده يعني انتوا في غنى عن اللي تعرفوه في المرحلة دي فهتكون مفيدة لقدام زي ما قلت في كلاس بتاع 3-4 يوم حنشتغل القصة دي هنشتغل بروجيكتس مع بعض ونعرف على الموديلات المختلفة وكده لأن القصة دي بتساعد في انترفيوز يعني لما يكون عندك تعارف الموديلات ينوصف الموديل الفلاني الموديل الفلاني أحسن ما يكون عارف إنه سيمبلي ده راوتر ف نزول هنا طيب أنا كنت بتكلم لكن في زول ضفت زول طيب آخر نقطة كان قلت عشان يا شباب كنا تكلمنا عن شنو قبل ما نتكلم عن الموديلات وكذا تكلمنا عن السويتش وكنا السويتش بيزيد الكفاءة اللي كان قلنا هي الكفاءة بتزيد بعد الكابل في حالة 4 بالضبط وبعدها تكلمنا عن الراوتر قلنا هي الراوتر أو السويتشات موديلات وكده يعني في السويتشات مثلا في الـ 2960 تقريبا السويتش اللي حنتكلم عنه في CCNA باقي السويتشات ما حنناقشها في CCNA ففي الـ 2960 ده مثلا سويتش يستخدم في الأوفيسز مثلا عندك بيلدينج فيه 10 طوابق في كل طابق ممكن يكون في السويتش لأنه الـ 2960 ده فيه 24 بورت 24 بورت معناه ممكن توصل شو كم بي سي 24 فممكن في الطابق الاول يكون في 2960 مثلا في الطابق الثاني في واحد يعني مثلا كل مثلا عندك 24 امبلويز في الطابق الاول الطابق الرابع let's say يكونوا كونكتد هنا في الطابق الثالث في 24 ثانيين
connected and so on. يعني إذا في building ممكن يكون في كل طابق في 2960 أو أي switch من switchات الموديلات ال يعني داير أقول إن switchات دي أنواع. ناس يسكو بصنعوا switches بتستخدم في offices في 2960 يكون switch حجمه مثلا زي 3-4 laptops مثلا مع بعض يعني ستيل الحجم معنا. لكن برضو بصنعوا سويتشات بتستخدم الشركات الكبيرة زي ISPs أو الديتا سنترز أو كده. ففي سويتشات مثلا زي Nexus ده سويتش ممكن يكون أكبر من الثلاجة مثلا. وفي CRS ده سويتش أكبر من كده. فسويتشات هي ذاتها أنواع يعني. فهنا مثلا عندنا هنا سويتش 2960 لا تستي فيه 40 أو فيه 24 بورت. 24 بورت إذا وصلنا كيبلز 10 ميجا بيت بير سكند معناه السرعة الكلية حتكون كم؟ مئتين واربعين ميجا بيت بير سكند. وإذا الكيبلز دي ما كانت 10 كانت 100 2400 معناه إذا السويتش بيزيد الكفاءة بعدد الكيبلز أو عدد البي سي دي مش كده؟ أيوة. الكيبلز دي يا شباب بنتكلم عنها هنا سواء هب موصلة معه بي سي بكيبلز أو سويتش موصلة معه بي سي بكيبلز. الكيبلز بنتكلم عنها دي هل دي كوأكسيال كيبلز ولا دي إيثرنت كيبلز؟ إيثرنت كيبلز. إيثرنت كيبلز بالضبط. والإيثرنت كيبلز دي قلنا ممكن تكون 10 بيس تي وممكن تكون 100 بيس تي اكس. السرعة في السرعة بس داك 10 وده 100 ده 10 وده 100 بالضبط. عشان كده هنا قلنا ممكن تكون السرعة 10 هتكون 240 ميجا بيت بير سكند أو السرعة 100 2400 ميجا بيت بير سكند بالضبط. فهنا ده سويتش وفي بي سي قلنا الكابل يا جماعة نوع شنو حيكون؟ إيثرنت وستريت ولا كروس أوفر؟ هنا بكون ستريت بالضبط. فنفس الإيثرنت أو اسمه الكات 5 كابل أو إيثرنت كابل أو أنشيلد تويستد بير كابل أو كوبر كابل دي كلها مختلفة لنفس الكابل. الكابل الأصفر اللي بتوصل مع اللابتوب. فالإيثرنت كيبل ده نفسه رغم إنه هو الكيبل نفسه شكله الخارجي هو نفسه لكن الكيبل ده ممكن يكون سرعته 10 أو ممكن تكون سرعته كم يا شباب؟ 100 وممكن يكون ستريت وممكن يكون كروس أوفر مش كده؟ هنا الكيبل ده بين السويتش والبي سي ده حيكون ستريت ولا كروس أوفر؟ ستريت. قلنا السويتش حيرسل في كم وكم؟ 3 و 6 والبي سي حيرسل في كم؟ 1 و 2 لكن أصلا قلنا البي سي والراوتر مجموعة وبرسلوا في 1 و 2 ودي ريسيب في 3 6. والسويتش والهب مجموعة دي سن في 3 6 ريسيب في 1 2. فالسويتش والسن في 3 6 ده السويتش هنا والسن في 3 6 والبي سي والسن في 1 2. معناها شباب ده إرسال في اتجاه واحد ولا إرسال في اتجاهين؟ إرسال في اتجاهين. فده معناه فول دوبلكس ولا هاف دوبلكس؟ فول دوبلكس. لا فول دوبلكس. فول دوبلكس ليه؟ لأنه أصلا ما ممكن يحصل كوليجن لأنه البي تي أصلا بيرسل في 1 2 و1 2 لأنه ده ستريت 1 2 حيجينا في 1 2 و 3-6 لأنه الكابل ستريت 3-6 هنا حيصل في 3-6. فممكن الـ 2 بيس يرسلوا في نفس اللحظة ما في احتمال بتاع كولجين كلنا 100% كان سواه في الجزء ده. لكن لما كنا نتكلم عن الـ 10 بيس 2
أو 10 بيس 5 اللي هي دي الكوأكسيال. لو مذكرين كنا بيكون عندنا الـ PC1, PC2, PC3 لكن كلهم موصلين في نفس الكوأكسيال كيبل. فإذا درسل ودرسل بيكون في كل جهاز لأنه برسل في نفس الكيبل مش كده؟ أيوه لأنه برسل في نفس الكيبل في احتمال بتاع كوليجن, لذلك ما دايرين أكثر من جهاز واحد يرسل. جهاز واحد يرسل وقصتين جهاز واحد يرسل دي سميناها شنو؟ ثاني اسمها شنو؟ Half duplex. Half duplex. وعشان يتأكد إنه فعلا جهاز واحد بيرسل بيقى فيه أربع خطوات. Listen. Send. Jump. Jump. Wait. دي أصلا الأربع خطوات دي أصلا الغرض منها إن جهاز واحد. لا إحنا من نقول listen. Listen ليه؟ listen عشان تتأكد إنه ما في زول تاني بيرسل عشان أنت ترسل. معناه listen دي أصلا بتحقق لنا إنه جهاز واحد بيرسل. مش كده يا شباب؟ أيوة. لكن حتى إذا جهاز listening وما في إرسال الجهاز الثاني ورسل في نفس الوقت وحصل collision بتتعالج بالجام والويت مش كده؟ نعم. فإذا في 10 base 2 وفي 10 base 5 لأنه الـ PC برسله في نفس الكيبل عشان نتفادى collision بنقول لازم النتورك يكون half duplex والـ PC تلتزم بالأربع خطوات دي. لما جينا للهب PC1 PC2 PC3 لو في 2 devices رسل في نفس الوقت PC1 رسل و PC2 رسل في نفس الوقت هل ده يكون collision؟ نعم. معناه دايرين واحد يرسل في كل فترة زمنية يرسل واحد فدي بنسميها شنو برضو؟ half duplex دي برضو half duplex معناها هل حنلتزم بأربع خطوات دي ذاتها؟ أيوة بالضبط. فإذا في الكوأكسيال في 10 base 2 و 10 base 5 أو في الهاب نتوركس دي هاف دوبلكس نتوركس على PC لازم تلتزم بالأربع خطوات دي لسن عشان تتأكد ما في جول تاني مرسل send jam wait. لازم PC تلتزم بالأربع خطوات دي عشان نضمن أنه في أي لحظة في PC واحد مرسل وإذا في 2 PC رسل في نفس اللحظة يكون في jam ويكون في wait. لكن هنا السويتش ده مرسل في 3 6 والPC مرسل في 1-2 هنا أصلاً يا شباب ما في possibility بتاعت collision مش كده؟ ما صحيح فبيجت half duplex فإذا 10 base 2 10 base 5 بيجت full duplex إذا 10 base 2 10 base 5 half duplex الhub network half duplex لكن لما نجيب switch نوصله مع PC ممكن نشتغل full duplex يعني نسمح switch يرسل الPC يرسل والswitch يرسل له أيوة لحد دار الناس كلها شباب في اللي فهموا 100 في الشات قبل ما ننشر النقطة اللي بعدها excellent ممتاز يا شباب كلنا 100% excellent ممتاز جدا يا شباب excellent ياسر مختز ربابت أمر وديك ياسر ممتاز يا شباب excellent إذن الـ 10 base 2 10 base 5 half duplex الـ hub network half duplex هذا يا حمد الـ hub network half duplex فلكن لما نوصل PC مع switch بتبقى full duplex إذا جيتنا هنا hub وصل ما هي ده PC مع switch بنوصله directly لكن ممكن يكون مثلا هنا في PC 2 وفي PC3 PC2 PC3 بدل ما وصلهم بـ 2 cables ممكن نوصلهم مع hub يعني ممكن PC2 PC3 يتوصل مع hub حتى بعدها الهب يتوصل مع switch بدل ما نقول PC2 وصله PC3 نوصل مع switch ممكن نجيب hub ونوصل PC2 PC3 في الهب فهنا في الرسمة دي إذا switch مرسي إذا في مثل جسد من PC1 جات للسويتش والسويتش رسل هنا ده رسل PC3 لكن في نفس الوقت PC3 مرسل هل دي هنا كوليجن ولا ما كوليجن يا شباب؟ كوليجن بالضبط معنى إذن السويتش هنا
في الوصله دي اللي هي موصل فيها هاب، المفروض يشتغل فول دوبلكس ولا هاف دوبلكس؟ هاف دوبلكس. هاف دوبلكس المفروض يشتغل هاف، يعني البي سيز المفروض يشتغلوا هاف، والسويتش ذات يعني كل الاتش بي موصل مع الهاف يشتغل هاف. يشتغلوا هاف يعني شنو؟ يعني التزموا بالخطوات دي ليسن سنت جاموت. يعني مثلا السويتش عنده مسج داير يرسله، قبل ما يرسله ستيب 1 تكون شنو يا شباب؟ ليسن ليسن بالضبط. لو الكيبل افيلبل بعدك سن، لو حصل كوليجن جام بعدك ويت. ومعناه هنا البي سي ده والبي سي ده والسويتش انترفيس اللي وصلوا دي في السويتش كلهم شغالين هاف دوبلكس لان وصلناهم بهاب. لكن نفس السويتش الانترفيس الثاني الماشي في اتجاه بي سي 1 شغال شنو يا شباب؟ فول دوبلكس. فول دوبلكس معناه اذا ال 10 بيس 2 10 بيس 5 بتشتغل هاف دوبلكس، بتلتزم بالاربع خطوات دي. 10 بيس 2 10 بيس 5 بتشتغل هاف دوبلكس، بتلتزم بالاربع خطوات دي لانه زي شير نفس الكوكسيل كيبل. الهاب نتورك بي سي 1 2 3 موصلين مع هاب بيشتغلوا هاب دوبلكس. ليه؟ لانه الهاب لو جاته مسج بيرسله في كل الاتجاهات، فلو في 2 بي سيز رسلوا في نفس الوقت بيكون في كوليجن. فلذلك الهاب نتوركس برضه البي سيز الموصله مع الهاب كلها المفروض تشتغل هاب دوبلكس، تلتزم بالاربع خطوات دي. لو عندنا سويتش موصل مع 1 بي سي دايركتلي، دي هنا فول دوبلكس ولا هاف دوبلكس؟ فول دوبلكس. فول دوبلكس لان السويتش البي سي حيرسل في 1 و 2، السويتش حيرسل في 3 6. لكن نفس السويتش لو وصلناه مع هاب وبعدك وصلنا بي سي مع الهاب، هنا السويتش حيشتغل شنو؟ هاف دوبلكس. هاف دوبلكس زي بي سي 3 وبي سي 4 حيشتغل هاف بالضبط. طيب يا إيهاب سؤال بسيط، لو بي سي واحد موصل مع هاب واحد دي مش هتكون برضه فول دوبلكس؟ هتكون لو بي سي واحد. طيب نحن رسمة جديدة بتوضح القصة دي. هو الهاب اصلا هو مجمع للبي سي، يعني انت الهاب اساسا الغرض من الهاب انه انت عندك ثلاثه بي سي، بدل ما توصلهم الثلاثه مع السويتش تجمعهم في هاب، بعدها الهاب يتوصل مع السويتش. فاذا في بي سي واحد ما عنده معنى توصله مع هاب، مش كده؟ صحيح. يعني بي سي واحد اسهل يتوصل دايركتلي مع سويتش. يس بالضبط. معناه هنا حيكون شنو؟ حيكون فول دوبلكس مش كده؟ يس مظبوط. شكرا الله يبارك فيك. فقصة سويتش مع بي سي دايركتلي بتزيد لنا الكفاءة، لأنه مثلا هنا في سويتش موصل مع هاب، موصل مع بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. لو بي سي 1 ده مرسل مسج كم ميجا بت بير سكند مثلا، الهاب قلنا حيرسله هنا وهنا وكذلك سويتش برضه السويتش برضه. ففي نفس اللحظه دي هل السويتش حيرسل؟ لا لا لا، لانه هاب دوبلكس مش كده؟ لا ورسل كولوجين. لا لا، لكن البي سي هنا المرسل 10 ميجا بت بير سكند، هل السويتش ممكن في نفس اللحظه يرسل؟ نعم yes. نعم نعم بالضبط. القصه دي بتزيد الكفاءه، اذا معناه الفول دوبلكس بتزيد الكفاءه. والفول دوبلكس دي لما يكون عندنا السويتش موصل معاه كم بي سي يا شباب؟ الفول دوبلكس لما يكون السويتش موصل معه 1 بالضبط. لكن السويتش ذاته لو موصل مع هاب والهاب موصل مع كذا بي سي فهتكون هاب دوبلكس.
فقلنا في الكلاسات الأولى قلنا إذا في بي سي في يوزر فتح براوزر كتب جوجل دوت كوم قلنا المسج اللي بتتكون اسمها شنو يا شباب؟ get message. get بعد ذاك يضاف لها هيدر اسمه شنو؟ HTTP اللي هو هنا هو ذاته يعني part of get ذاته بعد ذاك يضاف TCP بعد ذاك يضاف شنو؟ IP IP بالضبط بعد ذاك ماك بعد ذاك ماك بالضبط فهي get ويضاف لها HTTP ال HTTP ما قاعد نذكره كثير لأنه هي أصلا part of ال get ذاته part of ال HTTP فال get وال HTTP هي نفس ال لذلك دائما get نازلة في TCP في الIP في الماك ولما تكلمنا عن الماك كان في source ماك وديستنيشن ماك يعني مثلا PC1 ده ممكن يكون ماك 1 السورس ماك أو ممكن نوضح القصة دي برسمة مفصلة عشان تحفظوا الماكس والايبيز وكده فعندنا PC تكلمنا عن الرسمة دي الكلاسات الأولى قلنا البي سي 10111 2112 3 11 12 13 11 12 وقلنا PC1 ده لما نفتح براوزر نكتب google.com لما اليوزر يفتح براوزر نكتب google.com بتتكون قلنا get message بتنزل في TCP يضاف لها source port 10,000 destination port هيكون كم يا شباب 80 ايه يعني دي بس يس بعد ده بنجي للاي بي السورس اي بي هيكون كم 10111 الديستنيشن اي بي هيكون دايما مختلف 3112 بعد ده بنجي ماك للماك السورس ماك ماك 1 اللي هو ماك 1 destination ماك ما نقصد النهاية يطلع IP source نقصد البداية destination نقصد النهاية لكن الماك source نقصد البداية والdestination أقرب ماك اللي هو ماك 2 بالضبط اللي نحن نتكلم عن التفاصيل تحت الماك فنحن هنا في المسج دي كنا بنسميهم ماك 1 وماك 2 لكن المسج دي الجيت في سي بي واي بي وماك هي كلها عبارة عن 1 zeros قصة دي واضحة للناس كلها مش كده ايوه المسج دي هي كل يعني الجيت مسج هي عباره عن 1 زيروز النمبرز دي ذاتها 10080 ذاتها مرمز لها ب 1 زيروز السورس اي بي والديستنيشن اي بي برضه هي عباره عن 1 زيروز السورس ماك والديستنيشن المسج دي كلها 1 زيروز وقلنا البي سي لما يبدا يرسلها هنا ال 1 زيروز دي هيحولها لشنو يا شباب فولت بالضبط يحولها لفولت فالماك 1 وماك 2 هي 1 يعني كل المسج هي عباره عن 1 زيروز ماك 1 وماك 2 برضو هي برضو 1 زيروز هي 48 بت معناه مجموع الزيروز ومجموع ال1 كم يا شباب 48 بالضبط يعني الماك ادريس ده مثلا 1110001010 ماشي لحد ما نوصل كم بت يا شباب 48 لحد 48 فنحن بنقول ماك 1 وماك 2 لكن الماك ده هو 48 بت يا 0 يا 1 تقرأ واضحة شباب مش كده؟ نعم ومقسم ل 8 أو ل 6 مجموعات 1 2 3 4 5 6 يعني المجموعة الأولى 1111
0 0 0 0 معنى فيها كم بيتا شعر المجموعة الأولى؟ 8 8 والمجموعة الثانية يسي 1 1 1 1 1 1 1 0 8 والمجموعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة معنى 6 مجموعات كل مجموعة فيها كم بيتا شباب؟ 8 8 8 معنى التوتال حيكون كم؟ 48 48 فهي 6 مجموعات فالماك ادريسز البي سي دي الاي بي ادريس بتعمل له كونفيجريشن انت از نتورك انجينير بتعمل الكونفيجريشن للاي بي ادريس يعني مثلا عاده البي سي والسيرفرز مانج باي سيرفر تيم لكن الاي بي ادريس بنعمل له كونفيجريشن يعني مثلا بي سي 1 ده سيرفر تيم مثلا بي كونفيجر بي سي 1 بالاي بي ادريس وبي كونفيجر السيرفر بالاي بي ادريس كذلك النتورك انجينير اشتغل في الراوتر برضه حيعمل كونفيجريشن في كل راوتر حيعمل كونفيجريشن لكم اي بي حسب الرسمه اللي قدامنا اي دي واحد حسب الرسمه اي راوتر فيه كم اي بي اثنين الاول فيه واحد والباقيين عنده اثنين راوتر 1 ده عنده كم اي بي ادريس اثنين 10112 و 2111 وراوتر 2 2112 ولا في ادريس الثانيه تو 3111 بالضبط معنى اي راوتر عنده كم اي بي ادريس يا شباب 2 والبي سي عنده كم اي بي ادريس 1 والسيرفر كم اي بي ادريس 1 بالضبط لكن الاي بي ادريس دي بنعمل لها كونفيج بيحصل لها كونفيجريشن لكن الماك ادريس هو اساسا بارت اوف الجهاز ذاته يعني الجهاز بيجي من المصنع بماك ادريس معناه بي سي 1 ده لما يجي من المصنع هل حيجي بماك 1 ولا الماك ده حنعمل له كونفيجريشن لا انجو يس ماك 1 كذلك الراوتر لما يجي من المصنع الوصله دي بتجي اوريدي بماك كم ماك 2 وماك 3 ماك 2 والوصله دي ماك كم ماك 3 وهنا ماك 4 وهنا ماك كم 5 والثالث جاهز بماك 6 معناه الماك ادريس يا شباب هو بيلت ان هو اساسا بارت اوف الجهاز ذاته طب نعمل له كونفيجريشن الفكره واضحه مش كده ايوه طيب وقلنا الماك ادريس 48 بت وقلنا كم مجموعه يا شباب 6 الثلاثه مجموعات الاولى بتقول لي او يو اي ما ضروري نحفظ الاسم لكن دي اختصار لorganizationally unique identifier يعني أي شركة organization بتصنع أجهزة بيخصصوا لها شكل معين للثلاثة مجموعات الأولى مثلا سيسكو يكون 1111000 بعد ذلك هنا كلها 1s بعد ذلك 0 بعد ذلك مثلا هنا all zeros 1 IBM يكون عندها برضو رصة مختلفة على الزيروز and ones مايكروسوفت أي شركة بتصنع PCs أو سيرفرز أو راوترز أو راوترز بيكون عندها الثلاثة من المجموعات الأولى ثابتة بالنسبة للشركة بعد ذلك الشركة عشان تميز ما بين جهاز وجهاز بغيروا هنا في الثلاثة الأخيرات إذن يعني مثلاً مثل مايكروسوفت بتصنع سيرفرز كل السيرفرز اللي بتصنعها مايكروسوفت يا شباب هل حتصنعها بماك ادريس معينه ايوه مايكروسوفت بتصنع سيرفرز اي سيرفر عنده ماك ادريس لكن هل في تشابه بين الماك ادريس اللي تحت السيرفرز دي كلها نعم يلا بكون الاسم ده المجموعه الاولى الثلاثه والثلاثه المجموعه الاولى مختلف بتشابه بالضبط فبعدك اي سيرفر عشان مايكروسوفت يميزه من السيرفر الثاني يكون عنده يونيك ماك ادريس يقوم بغيره هنا يعني اي سيرفر الثلاثه المجموعات الاخيره تكون بتختلف من السيرفر الثاني عشان اي سيرفر يكون عنده يونيك ماك ادريس لكن طالما كلها مايكروسوفت سيرفر كلها حيكون متشابه في الثلاثه المجموعات الاولى معناه اذا كل الاجهزه المصنعه مايكروسوفت الماك ادريس بتتشابه مش كده ايوه جميل
عندنا هنا راوتر 1 ده عنده كم ماك ادريس؟ 2 وراوتر 2 عنده كم ماك ادريس؟ 2 معناه دي 4 ماك ادريس. اذا الاتش اذا الراوتر دي سيسكو راوتر الاربع ماك ادريس دي هتكون بتتشابه؟ نعم ايوه بتتشابه ايوه بيختلفوا في الثلاث الاخيرات مش كده؟ ايوه لانه اي شركه بتصنع بي سي ولا بتصنع راوترز ولا بتصنع بي سي او سيرفرز او راوترز مخصص لها ماك ادريس معين في الثلاثه مجموعات الاولى بعدها في الثلاثه مجموعات الاخيره متغير. الفكره واضحه يا شباب؟ نعم. معناه اذا مرات البي سي او الراوتر او السيرفر انت من الماك ادريس ممكن تعرف اسم الشركة. أيوة الشركة. وقلنا شباب الماك أدريس ده 48 بت وقلنا عبارة عن شنو؟ 48 بت يا إما شنو يا إما شنو؟ 1 or 0 بالضبط. ففي ممكن نشتغل exercise هنا مع بعض عشان القصة عمليا تقدر تفهم إنه القصة دي تتطبق كيف إنه أنت كيف ممكن تعرف الشركة المصنعة من الماك أدريس. فمثلا هنا شايفين السكرين يا شباب؟ نعم. السكرين دي اسمها الكوماند برومت. ممكن كلكم في البي سي ممكن تجربوا القصه دي. اي واحد في البي سي يفتح الكوماند برومت يعني في السيرش بوكس هنا. شايفين السيرش بوكس ولا ما واضح في التالي؟ لا ما واضح. لا طيب هنا اوكي طيب السيرش بوكس هنا واضح ولا ما واضح؟ وين كان واضح في الاش انا داخل بالتليفون غير طيب بتكلم عن الناس اللي يعني الناس اللي عندها كمبيوتر يعني القصه دي ما مهمه لان زي ما انت دي عندها علاقه بالبي سي احنا تخصصنا حيكون راوتر وسويتش لكن البي سي ما شغلنا لكن تديكم الفكره برضه لا وهنا أكثر السكرين دي ما هي كمبيوتر فيه سيرش إذا بدأت تعمل سيرش لأي فايل ولا كده يكون في سيرش بوكس. طيب أنا هنا في السيرش بوكس ده كتبت شنو؟ هل دي ظاهرة لكم؟ يا أستاذ هكتب CMD CMD لأنك كاتبة هنا دي واضحة للناس كلها ما شايف لا ما شايف الشاشة البيضة أنا ما شايف الشاشة طيب ثانية طيب كده واضحة ولا برضو أيوة كده واضحة طيب فهنا أنا عملت شايفين هنا محل اللعب Yes. Search. Yes. Yeah. أي محل السيرش ده كتبت CMD. CMD. Okay. Enter. فدار كل الناس يجيب ال black screen دي. يعني في السيرش بوكس تكتب CMD دي اسمها الكوماند برومت حتى لو معك أستاذ إيهاب كنت موجود وكتبت CMD بتصحر القصة دي زي ما قلنا ما حنركز عليها كتير لأنه قلنا يعني شغلكم غالبا حيكون راوتر وسويتشز وكده ما حنتكلم عن البي سيز كتير فإذا فينا فريم ثلاثة في الكلاس السي ام دي دي تظهر لهم ظاهرة اوكي تمام طيب في منه الزول الجدر
افتح الـ CMD يقول اسمه عشان أعرف إنه ذكر النفر. إبا أيمن حامد أيمن. طيب الأبل اسمه تيرمينال. قول ثاني تقريبا في الماك بوك تيرمينال الابليكيشن. ايوه ممكن يكون عنده اسم مختلف يعني من لابتوب او بالضبط. طيب فبالنسبه للناس زي ما قلنا يعني حيكون تركيزنا وحيكون شغلكم في الراوتر والسويتش والقصه دي يعني حنتدرب عليها. فاللابتوب ان شاء الله تركزوا معاه كثير. اذا زول ما عرف السي ام دي ما فتح السي ام دي اوكي. ف هنا في السي ام دي حاكتب اي بي كونفيج اول اي بي كونفيج عملت فورورد سلاش اول واضح كتبت ايش يا شباب مشكله اها كلنا شايفين اي بي كونفيج واضح ايوه واضح بعدك انتر هيقوم يديني الاي بي ادريس قال لي البي سي ده الاي بي فيريون 4 ادريس 172.20.20.com يا شباب 172.20.20.20 ده الاي بي ادريس. والماك ادريس هذا هنا مسمينه الفيزيكال ادريس. مسمينه الفيزيكال ادريس لانه الماك هو فيزيكال هو جزء من الجهاز هو ما بنعمل له كونفيجريشن هو اساسا بيجي مع الجهاز. فالفيزيكال ادريس شايفين بيبدا بشنو؟ 8 بيبدا ب 8 كلنا شباب شايفين ال 8 سي جميل بيبدا ب 8 سي. نحن قلنا الماك ادريس هو عباره عن 0 1 فممكن زول هنا يعني نحن قلنا هو 0 1 لكن بيتكتب 8 سي و سي 8 و 4 بيتكتب بالطريقه دي لكن هو اصلا 0 1 ال 0 1 دي بتتحول بطريقه اسمها الهكساديسيمال بيقوم بيتكتب كده بيبدأ بيون بالسي سي يعني التفاصيل دي ما بالضرورة تعرفها في السي سي ان اي ما بالضرورة تعرفها حتى إذا مشيت لقدام في السي سي ان تي حتى إذا أنت شغال ما بالضرورة تعرفها يعني ممكن تتعلمها على راحتك قصة الهكساديسيمال وكده الموضوع ما التحويلة ما مهمة كتير لكن المختصر إنه الماك أدريس اللي هو 0 1 وقلنا كم بيت يا شباب بيكون 8 48 ممكن نحولهم ونكتبهم بصورة مختصرة أكثر اللي هي الصيغة دي بتاعت الـ 8C C8 4B بالضبط. فهنا دي كم مجموعة فنحن ما حنركز على قصة التحويل لأنه ما مغرر علينا وحتى بعدين ذاته في الشغل يعني ما بتلاقيه كثير. فدي ممكن من المعلومات الواحد بعد ذاته قدام بعد ما يشتغل كده بزمنه الخاص يتعمق في موضوع النتورك دي أكثر ويفهم انه كيف الماك ادريس 48 بيت الزيرو 1 دي كيف بيتحول للصيغه دي اللي اسمها الهكساديسيمال. فده ما موضوع حنناقشه في المرحله دي. فلكن نحن قبل قلنا الماك ادريس 48 بيت وقلنا بنقسم لمجموعات فيها 8 بيت وقلنا بكون في كم مجموعه؟ 6 مجموعات. هسه لو حسبنا هنا في كم مجموعه 1 2 6 4 5 6 6 مجموعات معناه نفس الستة مجموعات يتحولوا لستة مجموعات. يعني بس الستة مجموعات كانوا 8 بيتس 1010 هنا كل مجموعة بتتحول لاثنين المجموعة الأولى 8C مجموعة البعض C8 مجموعة البعض 4B. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم أيوة. طيب فالماك أدريس قلنا بيحدد الشركة المصنعة يعني تجزء من الماك أدريس ثلاثة الأوائل ثلاثة الأولى الثلاثة الأوائل دي معناه 8C ومعاه شنو؟ C8 4B مش كده دي الثلاثة مجموعات الأولى. فده يري زول بورقة وقلم اكتب الثلاثة مجموعات الأولى 8C فاصلة C8 فاصلة 4B. كتبتوا يا شباب اي زول اكتب 8C فاصلة C8 فاصلة 4B. نعم نعم.
بعد ذاك يزول يمشي جوجل اكتب الرقم ده واكتب ماك ادريس عشان توروني الجهاز ده اللي انا شغال منه ده الشركة المصنعة شنو ذات الشركة. فكده تكون انتو بديتوا بيكون بجسد تديكم فكرة انه الجانب العملي من الشغل بيكون شكله كيف. يعني عندك معلومة بعيني انه الماك ادريس الثلاثة الوائل بيميز الشركة درجة المعلومة دي كيف ممكن نترجمها ليشي مثلا يساعدك في شغلك. بس تتعرف على جهاز الطفل عليك زوج قالك في جهاز مرسل ودي معلومات الجهاز مثلا انت دار تشوف الجهاز ده نوع شنو وكذا عشان تقدر تمشي تتعامل معه. في الماك ادريس الثلاثة مجموعات الأولى HCCB4B اكتبوه فورا امشي جوجل اكتبوا الماك ادريس ده واكتبوا كلمة ماك ادريس او كلمة ماك يعني تينغوين فوجي ولا فوجو معر إيفا تينغوين فوجي فوجي دي شركة فوجي اسمه غريب فوجي something فوجي دي شركة بس كنا عايشين ده فعلا لكن الجهاز ده ما فوجي. يعني أنا شغال بروجكت اليومات دي بالنهار مع فرايزن بشتغل في الفوجي ده كل يوم اللي بنشتغل فيه جزء منها فوجي لكن اللابتوب بتاعي ده ما فوجي. السؤال انا بكتب الاي بي ادرس ولا الفيزيكال ادرس؟ لا احنا ما قلنا احنا كنا بنتكلم عن شنو سبب الاي بي ادرس ولا الماك ادرس؟ ماك ادرس فيزيكال والماك ادرس قلنا هذه فيزيكال ادرس يا اللي هو قال 8 سي بعد 8 سي و سي بي سي 8 و 4 بي قلت يعني 8 سي وبعد شنو C8-4B تكتبه بالداش 8C-C8-4B في جوجل واكتب ماك ادريس. يس المفروض يوريك الشركة المصنعة شنو ذات الشركة. فوجي HCC84 يمكن فوجة سيسكو فيندروماكس دوت اكس ام ال او سامسونج. طيب انا سيبكت في جوجل يوسون CSV C8 4 B Mac أنا ظهر عندي في الدورة كومباني الكومباني اسمه شنو؟ Fuji. Fuji. John, you're going Fuji. John, you're going Fuji. Okay. دي شركة صينية جونكين فوجي دي هو اللابتوب ده في ويب سايت كثيرة بيقول لك انه هم ويب سايت بتاعين لوك اب يعني بتاعين ماك ادرس لوك اب انه تدينا الماك ادرس الثلاثة الوائل نوريك الشركة لكن ما كل الويب سايت دي بتديك لأنه اللابتوب ده ديل اللابتوب ديل فكان مفروض يتحر لنا ديل
لكن لسه يعني شايف بس لما فتشتها بتيجي كذا ويب سايت وما دين معناه ممكن تكون الويب سايت دي ما اكيوريت 100% لكن الفكره العامه يا شباب واضحه مش كده؟ واضحه جدا. أستاذ إيهاب أنا الكمبيوتر بتاعي ديل والفيزيكال أدرس بتاعي ما نفسي ما بيبدأ بي بي زيرو. آها أوكي أوكي ممتاز. معناه إذا نفسي أسيا الشباب أنا قلت لكم التفاعل في الكلاس زي ما قلنا بتتعلموا من بعض أنا ذاتي بتعلم معاكم لأنه أسا الكلام اللي قالته سمر اتكلمت مش كده؟ أيوة يعني... نعم سمر معك. أيوة طيب أسي الكلام يزول في المايك يا شباب. فأسي يا شباب سمر بتقول إنه هي ديل لكن الماك أدريس الثلاثة الوائل بيختلفوا من الثلاثة الوائل في اللابتوب اللي عندي هنا. معناها إذن عشان نكون دقيقين أكثر الشركة ما بيكون يعني في المغرب بتاع السي هنا بقول لك أي شركة مخصصة لها ماك، لكن الصواضح إنه الشركة قد يكون مخصصة لها كذا ماك مش كده؟ yes. يعني ديل بيكون مخصصة له ماك أدريس لكن ما بالضرورة وان ماك أدريس، يعني ما بالضرورة ديل يكونوا كلهم بيبدوا بـ 0C C8 4B زي اللابتوب، يعني ممكن يكون في مجموعة من الماك أدريس. فكرة واضحة يا شباب مش كده؟ طيب واضح. الماك ادريسز مخصصة مثلا بالنسبة للراوترز والسويتشز اونلي. قول تاني. الماك ادريسز ممكن تكون مثلا مخصصة للراوترز والسويتشز للنتورك اكويبمنت بدل مثلا اللابتوبات والتليفونات ولا كده. ما هو اللابتوب عنده ماك ادريس. السيرفر عنده ماك ادريس وقلنا الراوتر عنده ماك ادريس في كل وصلة لحد هنا 100% يا شباب مش كده؟ نعم. لكن مثلا سيسكو شركة بتصنع الراوتر دي ما بالضرورة يكون مثلا بيبدو بـ 0812B2A ما بالضرورة كل السيسكو ديفايسز تكون 0812B2A ممكن سيسكو يكون عندهم الماك ادريس ده وممكن يكون عنده برضو 0522B3A فإذا ممكن السيسكو يكون هنا عندهم الماك ادريس بادي ب 08 وممكن يكون هنا بادي ب 08 والماك هنا بادي ب 08 لكن ممكن هنا يبدا ب 05 لكن ايوه لكن ستيل سيسكو لانه الاثنين دول مخصصين لسيسكو مش كده؟ ايوه ومنطقيه اكثر لانه سيسكو بيصنع اجهزه كثيره جدا وراوتر كثيره جدا وكل راوتر ممكن يكون فيه عدد من الوصلات فمنطقي يكون في أكثر من 2 يمكن حسب الموديل برضه يا أستاذ هل من السبايرال ولا الأكتيف قولي ثاني ديل مش عندها كم موديل يعني سبايرون اكس بي ولا لاتيتيود او كده احتمال بيفرق اي ادوات بالضبط عندهم موديلات مختلفه مثلا فممكن كل موديل يكون بيبدا كلهم ديل لكن مثلا موديل معين يكون بيبدا 082A1B موديل ثاني يبدا ب 2233AA وكذا فالفكره واضحه شباب مش كده؟ نعم الماك مرتبط بالنتورك كارد النتورك كارد ممكن تكون الماك هو النتورك كارد يعني البي سي ده البي سي ده نحن قاعدين نرسم الرسمه مختصره نقول بي سي موصل مع راوتر وموصل مع راوتر 2 موصل مع سيرفر فالبي سي ده هنا اصلا محل ما بتوصل الكيبل ده اساسا اسمه النتورك كارد نتورك انترفيس كارد ما ذكرت القصه دي لان هي تعتبر تفاصيل دقيقه ما حتلاقيكم في انترفيو ولا في شغل ولا في غير لذلك ما تكلمت عنها لكن محل ما بتوصل البي سي ده هنا الفتحه اللي بتوصل فيها الفتحه في البي سي اللي بنوصل فيها الكيبل اسمها اصلا النتورك انترفيس كارد وهي اساسا دي المخصص لها الماك ادريس احنا قلنا الماك ادريس يا شباب هو بارت اوف التصنيع بتاع البي سي نفسه مش كده؟ ايوه ممتاز فنحن عشان نتقدم لقدام الشيء المهم
الشيء المهم انه الماك ادريس قلنا كم بيس يا شباب؟ 48 بيت وكم مجموعة؟ 6 جروبس بالضبط. فمعناه الجروب الأولى في 8 والبعد 8 صون. وقلنا الثلاثة مجموعات الأولى بتمثل شنو يا شباب؟ متشابهة الشركة بالضبط بتمثل الشركة بالضبط. الثلاثة الأخيرات بيمثلوا الـ PC أو الكارد يعني PC أو السيرفر أو كده. يعني قلنا الماك أدريس إذا في PC بيكون هنا في كارد محل بتوصل الكابل ده اسمه الكارد. الكارد هو أصلا هو الماك أدريس. إذا في سيرفر محل ما بتوصل الكابل هنا في كارد ده أصلا هو الماك أدريس. عندنا نقول ماك 1 ده ماك 6. فالثلاثة الأخيرات بيمثلوا الـ PC أو السيرفر أو بيمثلوا الكارد. قلنا شباب 100% لحد هنا؟ نعم ممتاز. فنحن عشان القصة تكون مبسطة ما في داعي ذاته يعني نرمز لها بكارد ولا كده، بس نقول الـ PC عنده ماك أدريس، السيرفر عنده ماك أدريس زي ما قلنا في الكلاس الثاني أو في الكلاسات الأولى، وراوتر 1 وراوتر 2 أي راوتر كان فيه كم ماك أدريس يا شباب؟ 2 بالضبط. وكذلك الـ PC عنده IP أدريس، السيرفر عنده IP أدريس، وراوتر 1 وراوتر 2 أي راوتر فيه كم IP أدريس؟ 2 بالضبط. أنت قلت 2 يا رباب مش كده؟ أيوة قلت 2. أنا فاكر أنت قاصد الـ PC 1 والـ Switch والسيرفر. أيوة لا PC 1 والسيرفر 1 IP address 1 MAC address، لكن الراوتر 2 IP address 2 MAC address لأن الراوتر عنده وقتين. yes. وقلنا الـ IP address بنعمله configuration، لكن الـ MAC address هو أصلا جزء من تصنيع الـ PC أو الـ server. PC1, PC2, switch, router. الراوتر هنا موصل مع الإنترنت. هنا مثلا في الجوجل سيرفر. فالPC ده 10.1.1.2 ده 10.1.1.3 10.1.1.1. ليه كلهم بعدين بال 10.1.1؟ لأنه نفس النتورك. فإحنا قلنا شباب النتورك بيفصل بين إحنا يا شباب راوتر. فالراوتر ده و PC1 و PC2 هل فاصل بينهم راوتر أو فاصل بينهم سويتش؟ معناه إذا فاصل بينهم سويتش هم يعتبروا نفس النتورك مش كده؟ أيوة لأنه النتورك بيصل من النتورك الثانية راوتر. الراوتر هو الحدود أو الفاصل بين النتورك. يعني الراوتر ده مثلا هنا 10.1.1.1 السايد الثاني ممكن يكون 20.1.1.1.2 لأن الراوتر هو الحدود بين النتورك. لكن الراوتر هنا بيشترك مع PC1 و PC2 في نفس النتورك لأنه بينهم سويتش. وهنا ده ماك 1 ماك 2 ماك 3. الماك أدريسز أنواع، في ماك أدريس يونيكاست وفي ماك أدريس مالتيكاست وفي ماك أدريس برودكاست. فيونيكاست يعني ماك أدريس لجهاز واحد، يعني مثلا بي سي 1 لو داير رسم مثل بي سي 2 هتتكون المسج هتنزل في تي سي بي. هتنزل وين يا شباب؟ اي بي ماك. السورس اي بي، السورس اي بي هيكون كم؟ 10.1.1.2 والدستينيشن 10.1.1.3 لأن المسج ماشى لـ PC2. بعد ذاك المسج هتنزل وين؟ ماك. ماك سورس ماك هيكون كم؟ 2 ماك 1 2 ماك 2 والدستينيشن ماك
ماك 3 ماك 3 ماك 3 المسج هنا اكتملت هتجي للسويتش. السويتش هيجرى شاشة هيجرى مسج اجرى الماك اجرى الماك اي بي ادرس ديستنيشن ماك. السويتش هيجرى المسج من قصة الشمال هيجرى الديستنيشن ماك هيجرى الديستنيشن ماك كم ماك 3 ماك 3 ماك 3 فطوال السويتش هيمرر المسج وين؟ لماك 3 أو بي سي 2 اللي هو يا تو بي سي بي سي 2 بي سي 2 بالضبط. هل السويتش غير المسج ولا ببساطة قرأ الديستنيشن ماك ورسل المسج في الاتجاه الصحيح؟ يقرأ المسج فقط قرأ ورسله الطريق الصحيح بالضبط. قرأ لقى الديستنيشن ماك كم يا شباب؟ ماك 3 ماك 3 ماك 3 طبعا رسل المسج لبي سي 2 معناه إذا ماك 3 ده بيعبر عن أو بيعرف عن بي سي واحد ولا بيعرف مجموعة من البي سي؟ واحد بي سي واحد واحد. الماك أدريس ده الزي ده اسمه يونيكاست ماك أدريس. يونيكاست ده ماك أدريس مخصص لجهاز واحد. ماك 3 ده هو الماك أدريس لبي سي 2. فبي سي ولا من إرسل المسج ماشي ماك 3 معناه المسج ده حتنفي البي سي 2 لأنه ماك 3 ده يونيكاست ماك أدريس ماك أدريس لبي سي 1. لكن ممكن بي سي 1 ده المسج دي ما داير يرسلها لبي سي 2 داير يرسلها لكل الديفايسز في النتورك يعني لبي سي 2 وللراوتر لسه هنا برضو في بي سي 3. وهنا الماك هو المسج بي سي 1 داير يرسلها لكل الديفايسز. السورس السورس اي بي هنا في المثل هتتكون هتنزل في التي سي بي هتنزل في الاي بي. السورس اي بي هيكون كم يا شباب؟ 10112. لكن لو دارينا نرسل لكل الديفايسز الديستنيشن اي بي ما هيكون 10113 ولا هيكون 10115. والموضوع ده ما تشتغل بيه كثير لأنه ده شابتر اللي قدام شابتر 12 شابتر كامل مخصص للاي بي ادريسنج. هنناقش الاي بي ادريسنج بتفاصيل. ف فور ناو بس نعرف ان 255 دي معناها دي لكل الأجهزة يعني اذا البي سي ده عنوانه 10112 وده 10113 وده 10114 وده 10111 لو عندك مثل ده ترسل لهم كلهم في نفس الوقت ترسل لي 10111.com يا شباب 255 255 أيوة بالضبط. فدي كده لحد هنا 100% التفاصيل دي قدام هنتكلم عنها. لكن إحنا موضوعنا هنا الماك أدريس. فبعد ذاك المسج هتيجي في الماك السورس ماك قلنا هيكون كم يا شباب؟ ماك 2 ماك 2. الديستنيشن ماك نحن دايرين المسج تصل لكل الأجهزة. هل هنديها ماك 3؟ لا no. هل حنديها ماك 1؟ لا. هل حنديها ماك 4؟ لا. نو. حنديها ماك ادريس اول 1. اول 1 يعني حيكون في كم 1؟ احنا عارفين الماك ادريس قلنا كم بيت؟ 48. معناه الديستنيشن ماك حيكون 48 واحد بدون زيروز اول 1. ده اسمه برودكاست ماك ادريس. الماك ادريس ده معناه المسج دي ماشي للجميع. يعني لو مسج دار ترسل للجميع في الاي بي ادريس تديها 1011 زي البي سي ده زي البي سي ده زي البي سي ده زي البي سي ده لكن ما تديها دوت 1 ولا دوت 2 ولا دوت 3 ولا دوت 4 تديها 1011.255 دي معناها لكل الاجهزه. وده ما موضوع الكلاس بتاع الليله دي هنناقشه في كابتر اللي قدام. بنفس الفكره الماك ادريس السورس ماك هيكون ماك 2 الديستنيشن ماك 48 بت كلهم هيكونوا 1 ده اسمه برودكاست ده معناه ماك ادريس لكل الأجهزة. فالمسج بعدها هتترسل تيجي للسويتش. السويتش هيجرى من اقصى الشمال هيجرى الديستنيشن ماك هيلقاه كم يا شباب؟ اول ماك 2 هيلقاه اول 1 اول 1 بالسورس هتيجي للسويتش. السويتش هيجرى من اقصى الشمال هيجرى الديستنيشن ماك هيلقى 48 1 اول 1 ادينا واضح يا شباب؟ واضح. السويتش هيعرف انه ده برودكاست هيقوم السويتش يودي المسج وين؟ لكل الاجهزه لكل الاجهزه بالضبط.
يشتغل معنا إذا الماك أدريس. الماك أدريس أنواع، في يونيكاف ماك أدريس، ده ماك أدريس لجهاز معين زي مثلا ماك 4 ده الماك لبي سي 3، فإنت إذا رسلت لماك 4 المسيح هتيجي البي سي 3، ده يونيكاف ماك أدريس، ماك أدريس لجهاز معين. في الأول 1 48 بيت كلهم لما يكون 1 ده اسمه البرودكاست ماك أدريس. بعدك في المالتي كاست ماك أدريس، المالتي كاست ماك أدريس ده ما لجهاز واحد ولا لكل الأجهزة، يعني لسه البي سي 1 ده داير يرسل مسج دائرة تصل 2 و 3 لكن ما دائرة تصل الراوتر، معناه ما مرسلين لجهاز واحد في نفس الوقت ما مرسلين لكل الأجهزة، مرسلين لمجموعة من الأجهزة. فهنا البي سي ده في الديستنيشن ماك حيكون الماك أدريس ماك، ما مغرض علينا شكل الماك أدريس كيف المالتي كاست، لكن حيكون ماك أدريس زي ما البرودكاست أول 1 حيكون ماك أدريس برضو عنده صيغة معينة اسمه المالتي كاست ماك أدريس. فبي سي 1 لو خدت الديستنيشن هنا ماك أدريس معين اللي هو مالتي كاست، المسج لما تجي للسويتش السويتش حيرسلها لي 2 حيرسلها لي 3 لكن ما حيرسلها للراوتر. معناه إذا الماك أدريس عرفني إنه كم بيت يا شباب؟ 48 وبيتقسم لكم مجموعة؟ 6 مجموعات، والثلاثة مجموعات الأولى بتعبر عن شنو؟ عن الشركة وبتكون متشابهة. بالضبط. والماك أدريس ممكن يكون يونيكاست ماك أدريس، مع هذا ماك أدريس بتحكم جهاز مرسول لجهاز واحد. جهاز واحد. ولو عندك مسج دار ترسل لكل الأجهزة الديستنيشن ماك هيكون أنا برودكاست. برودكاست اول 1 48 اول 1. وفي ماك أدريس اسمه المالتي كاست، لو دار ترسل ما لي جهاز واحد ولا لهم كلهم لمجموعة من الأجهزة. فكرة واضحة يا شباب؟ معلش أستاذ إيهاب، لمجموعة من الأجهزة ولا لمجموعة محددة من الأجهزة؟ لمجموعة، يعني ما دار ترسل لجهاز واحد ولا دار ترسل للأجهزة كلها، مثلا عندك 4 بي سي، ما دار ترسل لبي سي واحد وما دار ترسل لون الأربعة، دار ترسل لتو بي سي. والديستنيشن ما كيف تكون الأولى لما البرودكاست تكون all ones، هذه المالتي كاست كيف تكون؟ هل في صيغة لها معينة؟ المالتي كاست عنده صيغة معينة، لكن لو تكلمنا عن الصيغة بتاعته حنبدأ تذكر قبل قلنا الماك أدريس نحن اللي بهمنا في الموضوع إنه 48 بت 10 وقلنا ما بهمنا إنه نعرف ليه بتكتب كده في المرحلة دي. أوكي. ليه بتكتب؟ ممكن قلنا الطريقة الصيغة دي هي نفس الماك أدريس لكن دي صيغة مختلفة بس بتحول بالطريقة دي اسمها الهكساديسيمال، التحويلة دي قلنا ما مقررة علينا. فلو اتكلمنا عن الصيغة تحت المالتي كاست حنتكلم عن الهكساديسيمال، وانا داير استثمر زمن الكاست في المواضيع المغررة يعني. اوكي تمام واضح. لكن في الكلام اللي قلنا ده لو عرفت ده كده 100% انه يونيكاست ماك أدريس لجهاز واحد، برودكاست اول 1 ال 48 بيت يكونوا كله اون 1 ده ديستنيشن، ده برودكاست اللي هو ده لكل الأجهزة، ولا مالتي كاست لمجموعة من الأجهزة، يعني يونيكاست وان ديفايس، برودكاست اول 1 ال 48 بت كله اون 1 دي لكل الديفايس، وبعدك في مالتي كاست لمجموعة من الديفايسز. في الإيثرنت ديجيتال إكويبمنت كوربوريشن وإنتل وزيروكس، دي شركات قديمة، الثلاث شركات دي اشتغلوا مع بعض وعرفوا ستاندرد للإيثرنت اسمه ديكس إيثرنت. ديكس يعني اختصار لديجيتال إكويبمنت كوربوريشن، الشركة الثانية إنتل، الشركة الثالثة زيروكس، زيروكس دي الشركة بتاعت الكوبي ماشينز. فالثلاث شركات دي عرفوا الستاندرد بتاع الإيثرنت، فحنتكلم عن التعريف ده. فقلنا لما تفتح براوزر تكتب google.com قلنا شو بتكون مسج اسمه شنو؟
جيت جوجل. هو مسج اسمها جيت جوجل بالضبط. بعدها قلنا بتنزل فيها تلاقي في فيها بيضاف لها يا هدف TCP PCB TCP بعدها بيضاف IP address IP بعدها بيضاف شنو؟ الماك بعدها بيضاف الماك. طيب فلما نتكلمنا عن الماك كنا بنقول الماك المعلومات اللي في الماك يعني مثلا تي سي بي في سورس بورت ديستنيشن بورت الله اي بي في سورس اي بي ديستنيشن اي بي. لما كنا نتكلم عن الماك المعلومات اللي في الماك كانت شنو؟ بريامبل بريامبلز. لا لا انا ما بتكلم عن انتم احد الكلاس لان بالنسبه لكم مراجعه لكن انا بتكلم مع ناس جداد اللي هو كلام ده اول مره يسمعوه صار نحن عدنا الكلاسات عشان نسجلها فبالنسبه للناس الجداد الماك التي سي بي بنقول سورس بورت 10000 ديستنيشن بورت 80 الاي بي بنقول سورس اي بي 10111 destination IP 13112 في الماك كنا نضيف شنو يا شباب؟ ماك 1 وماك 2 source ماك destination ماك ايوه source ماك destination ماك وماك 1 ماك 2 فالماك هيدر فيه معلومات اضافيه غير ال غير ال source ماك destination ماك. المعلومات الاضافيه دي حددها الثلاث شركات دي. هنشوف المعلومات الاضافيه شنو. اول شيء في الماك فيما يسمى بالبريامبل. بريامبل البريامبل دي 8 بت احاد كلها يعني 8 احاد ورا بعض فهي دي دلاله على بدايه المسج. يعني لو في مثلا سيرفر هنا السيرفر ده بيستلم المسج ده شباب هيقرا من اقصى اليمين ولا هيقرا من اقصى الشمال؟ أقصى الشمال. هيقرأ أقصى الشمال. لما نلقى preamble دي اللي عندها شكل معين 8 أحاد ورا بعض السيرفر حيعرف إنه دي بداية مسج. وبعد السيرفر حيبدأ يستعيد عشان يقرأ source ماك والdestination ماك والsource IP والdestination IP والsource port والdestination port. فالpreamble هي زي مؤشر لبداية المسج. تاني أنت تقول للسيرفر أو للجهاز المستلم إنه دي بداية بتاعت مسج يستعيد عشان تقرأ المسج. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم. ناس الجداد لحد هنا 100%؟ نعم. بعد البريامبل في destination ماك. واضح شنو بعد destination ماك حيكون في شنو يا شباب؟ source map. source map. بالضبط. بعد ذاك في ما يسمى بالتايب. ما يسمى بالتايب. التايب ده هو دلالة على ما بداخل الماك. يعني ما بداخل الماك هنا في شنو؟ ما بداخل الماك. اي بي. اي بي. فالتايب ده بقول لك اي بي. فالتايب ده هو دلالة على ما بداخل الماك. هل التايب ده هل هو جزء من الماك؟ ولا جزء من الاي بي؟ اذا قلنا ده الماك لحد هنا جزء من الاي بي. التايب ده هو جزء من الماك ولا جزء من الاي بي؟ جزء من الماك. جزء من الماك لكن هو دلاله على ما داخل الماك. يعني السيرفر ده لما يقرا هنا لما يقرا البريامبل والديستنيشن ماك والسورس ماك ويجي يقرا التايب هو هنا لسه بيقرا في الماك ولا بيقرا في الاي بي هيدر؟ لا التايب ما اشاره للاي بي انه شنو الموضوع يعني السؤال صحيح لكن السؤال انه السيرفر لما يقرا البريامبل والديستنيشن ماك والسورس ماك يكون حاليا بيقرا في التايب في مرحلتين بيقرا في ما هو بيقرا من اقصى الشمال في مرحلتين بيقرا في التايب هو بيقرا في الماك ستيل ولا بيقرا في الاي بي هذا بقرا في الماك ماك هذا بيقرا في الماك لكن
من مرحلة التايب دي بيعرف انه ما بداخل الماك ده في اي بي، معناه بيعرف انه الخطوة الجاية اي بي قبل ما يبدأ يقرأ الاي بي. يعني أيوة. تكون في صفحة 3 لكن تكون عارف المعلومات اللي في صفحة 10. صح، فكرة واضحة يا شباب؟ أيوة واضحة. معناه إذن لما نتكلم عن الماك كنا بنتكلم عن source destination map two fields، field يعني خانة، وكنا بنتكلم عن الماك كنا بنتكلم عن source map و destination map. لكن استعرفنا إنه في الماك غير source و destination map كان في شنو شنو؟ preamble و type. preamble و type. والماك برضو بيضيف ما يسمى بالframe check sequence، ده برضو تبع الماك لكن يضاف في آخر المسج. يعني المسج تتكون get، يضاف لها TCP، يضاف لها IP، لكن لما تجي مرحلة الماك يضاف لها في المقدمة هنا ماك، في destination ماك والsource ماك زي ما نحن عارفين، والبريامبل والتايب. وكذلك يضاف ماك هنا حيكون اسمه الفريم تشيك سيكونس. نتكلم مثلا عن الفريم تشيك سيكونس، معناه هنا شباب اذا الماك لما يعني احنا في البدايه كنا بنقول كيس جيت تنزل في التي سي بي تنزل في الاي بي يضاف لها ماك، كنا بنقول الماك سورس ماك ديستنيشن ماك. الليله عرفنا انه الجيت تنزل في التي سي بي في الاي بي يضاف لها ماك، والماك ده ما سورس ماك ديستنيشن ماك اونلي، في بريامبل وفي تايب وايفن في فيلد اسمه فريم تشيك سيكونس، لكن ده هو ستيل ماك لكن حيضاف في نهاية المسج. لحد هنا جاوب كلنا 100%؟ واضح، ممتاز. فنجي نشوف الفريم تشيك سيكونس ده دوره شنو. ليتس سي في راوتر 1 هنا، وراوتر 1 هو مرسل المسج دي للسيرفر. المسج دي نحن نقول جيت تي سي بي اي بي تايب اند سو اون، لكن هي المسج دي اصلا عباره عن شنو؟ فولت 1 و 0 zeros and ones بالضبط. يعني المسج دي ممكن تكون مثلا 1 0 1 0 1 0 1 0. فالراوتر ده قبل ما يرسل المسج دي بيعمل معادلة رياضية. فنقول عشان نبسط القصة نقول المعادلة الرياضية دي انه بيجمع الاحاد. فهنا في كم 1؟ الراوتر ده قبل ما يرسل المسج 4 هيجمع الاحاد. في كم 1؟ 4 فالراوتر هيقوم فريم تشيك سيكونس ايكوال 4 بعد ذاك يرسل المسج. المسج في المسار من الراوتر للسيرفر لو في اي إشي في الكيبل ممكن واحد من الاحاد يدعك يبقى صفر. فالسيرفر لما يستلم المسج هيحسب نفس المعادله الرياضيه، مجموع الاحاد هيكون كم؟ 4 مفروض يكونوا 4 3 ما قلنا في واحد بيجي يتغير بيجي صفر. اوكي معناها 3 هنا 3. فالسيرفر لما يحسب نفس المعادلة الرياضية ويلقى المجموع 3 لكن هنا 4 القيمة ما نفسها، معناه السيرفر حيعرف انه المسج تغيرت ولا ما تغيرت يا شباب؟ تغيرت. هيقوم السيرفر ما حيقرا، هيعمل لها دروب. واضحة يا شباب؟ ايوه ايوه. طيب وصل بغيره شنو السبب؟ قول ثاني. السبب بغيره انه الكيبل مرات بيكون فيه ايشو، يعني مثلا راوتر 1 ده انت سؤالك انه ليه بتتغير المسج مشكله. ايوه ايوه. الكيبل ده مرات بيكون فيه ايشو. مثلا ليتس سي ده كات 5 كيبل، كات 5 كيبل، وده هنا راوتر، الراوتر موصل مع السويتش بكات 5 كيبل. الكات 5 كيبل ده قلنا بداخله في كم، في كم واير؟ 8 8 8 بالضبط. ممكن الوايرز دي مثلا واحد من الوايرز يكون مثلا ماستريت، مثلا واير معوج مثلا، او يكون الواير يعني هي تكون ايش متعلقه بالكيبل ذاته او بالواير الداخل. فالسيجنال لما تتحول من 0 1 لتيارات كهربائيه وتترسل، لو الكيبل ما جديد ممكن واحد يبقى 0 او 0 يبقى 1. فالسيرفر لما يستلم المسج هيحسب، هيلقى انه في 3 احاد، معناه المعادله الرياضيه النتيجه 3. لكن لما يقارن هنا دي 4، يعني هيعرف انه الراوتر المرسل حسب 4، كون واحد حسب 3
معناه المسج يتغير معناه حيعمل لها دروب. فكرة واضحة يا شباب؟ أيوة واضح. ممتاز. طبعاً السيرفر الكلام اللي تكلمنا عنه في الكلاسات الأولى، لو كان السيرفر حسب المعادلة الرياضية اللي جاء أربعة مطابقة للأربعة هنا معناه المسج وصلت زي ما هي، بعد السيرفر حيبدأ يقرأ المسج، حيقرأ قلنا من أقصى اليمين ولا من أقصى الشمال يا شباب؟ من أقصى الشمال. حيقرأ الديستنيشن ماك مش كده؟ نعم. وغالباً حيقرأ الديستنيشن ماك زي ما كنا بنقول الماك بتاعه هو ذاته مش كده؟ هيقوم يعمل ريموف الماك، هيقرأ الاي بي. لو لقى الاي بي بتاع ديفايس في الاتجاه الثاني هيرسل المسج في الاتجاه الثاني زي ما قلنا في الثلاثين اللوايت، هيرسل المسج في الاتجاه الثاني لكن هيضيف لها ماك جديد مش كده؟ صح. لكن اذا لقى الاي بي، الاي بي بتاعه هو ذاته معناه المسج معنون له، الثاني هيعمل شنو؟ هيقرأ المسج، هيحول الاي بي، هيحول ريموف الاي بي ويقرأ ريموف الاي بي، يقرأ تي سي بي، هيلقى تي سي بي 80، يعرف انه في زول طالب ويب بيج، والريموف التي سي بي عشان يقرأ الجيت، جيت جوجل، يقوم يعرف انه في زول طالب الجوجل ويب بيج اللي هي اصلا مخزنة في السيرفر. الكلام ده قلنا في الكلاسين اللي هما برضه ريكوردد، لكن انا سألت عشان داري شوية ناس مستحضر القصة دي مذكرها 100% ولا يعني فكرة بتاعت إنه السيرفر بيقرا الماك، الماك معنون له، والريموف الماك بيقرا الاي بي، الاي بي لو مسج في الاتجاه الثاني حيرسلها وحيضيف لها ماك، ولو المسج معنون له حيفتح الاي بي وحيفتح تي سي عشان يقرا الجيت عشان يرسل الصفحة. فدائر الناس تقول لي فهموا 100% للجزء ده، هل الناس مذكراه 100% ولا؟ سمعت شخصيا لانه جديد في الحاجه دي ما الا اقعد اراجع ثاني. ممتاز. طيب الباقيين كلهم متذكرين 100% ممتاز. لو راجعت هاي التو كلاسز الاولى في يوتيوب افتكر الفيديو الاول اسمه شابتر 1 شابتر 2، الفيديو اللي بعد اسمه شابتر 3 شابتر 4، ناقشنا القصه دي بالتفاصيل ان شاء الله. طيب ممتاز يا شباب، الناس كلها 100%. طيب معناه هنا اذا اذا عرفنا على الديكس ستاندرد بتاع الايثرنت وقلنا اضفنا الايثرنت هو اصلا كان سورس ماك وديستنيشن ماك، لكن هسه عرفنا انه الايثرنت غير السورس ماك وديستنيشن ماك، شو هي الفيلد يا شباب؟ بريامبل صحيح والتايب وبعدك اف سي اس بالضبط. يعني كل المعلومات يا شباب المارة في الانترنت، الانترنت دي فيها كمية المعلومات، يوزر مرسل من بيت وناس مرسلين من اوفيس لي اوفيس وناس مرسلين بالكلاود وكده، فالمعلومات في الانترنت دي هي كلها نفس الشكل، المسجز المارة في الانترنت دي هي كلها نفس الشكل، هي عبارة عن معلومات نازلة في تي سي بي، نازلة في اي بي، نازلة في ماك. اصحى يا حمد عبد الله. مسافرة عبر الانترنت، يعني كل الانفورميشن في الانترنت هي انفورميشن نازلة في تي سي بي في اي بي في ماك وترافلينج اكروس ذا انترنت. الفرق بس في المعلومات ذاتها، ممكن تكون هي مثلا بايميل زول مرسل للزول، ده ممكن يكون فايل، ممكن تكون جيت مسج زول طالب صفحة، ممكن يكون ويب بيج سيرفر رادي بصفحة لزول كان طالبة، ممكن تكون فيديوز يوتيوب، فالمعلومات بتختلف، لكن في النهاية بغض النظر عن المعلومات شكلها كيف هي نازلة في تي سي بي في اي بي في ماك، فكل المعلومات اللي في الانترنت هي بالصيغة او ده الشكل بتاع المسج. فكرة واضحة يا شباب؟ واضحة. نعم واضحة. طيب طيب الديكس ايثرنت هل ستاندرد عالمي ولا ستاندرد صنعوا شركات معينة؟ صنعت شركات معينة أو ثلاث شركات شركات معينة،
فناس الاي تريبولي عملوا ستاندرد بتاع ايثرنت دي ديفلوب ستاندرد بتاع ايثرنت ستاندرد عالمي اسمه 802.3 ايثرنت. الاي تريبولي هي جهه عالميه يعني بدل ما شركه معينه تصنع بروتوكول او تقول في بروتوكول اسمه الايثرنت مفروض يكون فيه بريامبل سورس ماك ديستنيشن ماك تايب فريم كاب سيكونس الاي تريبولي جهه عالميه كل الشركات بتعاونوا مع بعض بتصنع الاي تريبولي مثلا مهندسين من مختلف الشركات مختلف الدول كلهم بيجتمعوا في الاي تريبولي بيقوم بيقرر انه البروتوكول بتاع الايثرنت يكون فيه كذا 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 فدي هنا بيبقى ستاندرد عالي متفق عليه. فناس الاي تريبولي عملوا ستاندرد نفس الفكره جت نازله في التي سي بي نازلة في الاي بي بعدها حتكون نازلة في شنو يا شباب؟ ماك في الماك وفي الاي تريبولي ستاندرد هو 802.3 ايثرنت برضو في بريامبل بريامبل بعد البريامبل في ديستنيشن ماك بعد الديستنيشن ماك في سورس ماك لحد هنا في تشابه بين الايثرنت الاي تريبولي ايثرنت والديف ايثرنت ايوه بالضبط فالتايب الفيلد اللي هنا ده ممكن يكون تايب او ممكن يكون لينث يعني الفيلد اللي هنا ده في الديكس كان اسمه شنو الفيلد الرابع ده في الديكس كانت تايب اي بي بالضبط لكن في الاي تريبولي ستاندرد بتاع الايثرنت قالوا ممكن يكون تايب ممكن يكون لينكس ممكن يكون تايب ممكن يكون لينكس يعني شنو يعني الفيلد ده ممكن يكون قيمته هي دلاله على ما بداخل الماك معناه القيمه حتكون ايكوال شنو اي بي اي بي مش كده اي بي نعم معناه في الحاله دي الفيلد ده بيجا تايب ولا بيجا لينكس بيك تايب هناك طيب وممكن يكون الفيلد ذاته قيمته 1400 بايت معناه يكون لينث دلالة على طول المسج يعني الفيلد ده ممكن يكون تايب دلالة على ما بداخل المسج اللي هو IP وممكن ما يكون تايب يكون لينث يكون فيه القيمة بيعبر عن طول المسج البايت 1400 بايت البايت هو 8 بيت لما نقول بايت معناه 8 بيت مع بعض زيروز اند وانز وكده فكره واضحه يا شباب ايوه هنا واضح وهنا هنا في شنو حيكون سي اس تي اس اف سي اس اف سي اس معناه اذا الاي تريبولي ستاندرد اللي هو 802.3 ايثرنت هو بيشبه الديكس فيو بريامبل فيو يستنيهن فيو سورس ماك فيو فريم كيك سيكونس لكن في الديكس الفيلد كان اسمه تايب لكن في الاي تريبولي 802.3 ايثرنت ستاندرد الفيلد ده ممكن يكون برضو تايب لكن ممكن يكون تايب او لينث ومعروف اصلا انه المسج الايثرنت مسج عاده ما بتتجاوز ال 1500 بايت الايثرنت مسج يعني شنو؟ يعني الماك مسج وما بداخل الماك الاي بي والتي سي بي والجيت كلهم مجموع ما بيتجاوز 1500 بايت فمعناه القيمه هنا لو لقينا 1400 1300 1200 1100 1000 دي كلها دلاله على شنو غالبا يا شباب؟ على اللينت على اللينت لكن القيمه مثلا لو كانت 2400 مثلا معناها الاي بي ده بيكون تايب ده بيكون تايب ده بيكون تايب معناها الاي بتاعني اي بي او بتاعني البروتوكول اللي هنا اللي هو اي بي مثلا 2048 تحديدا فلو لقينا القيمه دي 2048 هل 2048 دي ممكن يكون لينث يا شباب؟ لا نو
معايزة 2048 type و 2048 بتعني IP. فكرة واضحة شباب؟ واضح. فإذن يعني كنا بنتكلم يعني بدينا نتكلم عن الميثود اللي قلنا جيت نازل في التي سي بي في الاي بي في الماك وفي الماك قلنا في سورس ماك ديستنيشن ماك لكن الليل اضفنا البريامبل والليل عرفنا البريامبل والتايب والفريم تكست سيكونس قلنا التايب ممكن يكون تايب ممكن يكون لينث فإذن الايثرنت شير بريامبل ديستنيشن ماك سورس ماك لينث او تايب وفريم تكست سيكونس كلنا شباب 100% أيوة نعم شابتر جاي شباب 10 دقائق تاني 15 دقيقة بنختمه نختم الشابتر ولا رايكم شنو ولا نختم افضل نختم اكمل كده ولا يعني انت يمكن ليه لا افضل اخلص مش يطير وحكي الكتاب الناس كلها فده يعني اشوف تقدر تواصل نفس النشاط ده ولا نختم هنا على 100% دي الغريح كله نختم في دول بنتبه للمايك لكن انتبه بعدك للمايك وكويس جدا عمل ميوت يعني طيب يا شباب دخلص الشابتر ولا خلص في بداية الكلاس بكرة أحسن نخلص انتهي من الشابتر من رأيي معلش دمنا انتهينا كان فنجيف هنا والله الزمن خلاص شغالين والله يضحيك يا اخي ده ذات ديرني احسن نجيف هنا والله والله معاك ممتاز ممتاز نختم هنا وذات نختم على 100% يا شباب عشان بكره برضه نكون 100% جميل جدا فاشوفكم بكره يا شباب الف شكر شكرا لك يا استاذ ايهاب شكرا استاذ ايهاب شكرا على تعاونك وبارك الله فيك الله شكرا لك الله يبارك فيكم شكرا سلام الله يبارك فيكم وبكره نبدا بدري بكره نبدا 6 نبدا اون تايم يعني جميل جدا ان شاء الله يلا ان شاء الله نشوف الحين ان شاء الله يلا يا شباب شكرا لك سلام شكرا الله يبارك فيك سلام Allah'a emanet olun.